Good morning, good afternoon, good evening at any time. How are you today? حبايبي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعدنا النهاردة مع قصيدة شعر بتعبر عن the past simple tense، زمن الماضي البسيط اللي هو أخدناه قبل كده، اللي هو موجود في وصف الفيديو دلوقتي. لينك بيشرح لك كل تفاصيل الماضي البسيط اللي بيعبر عن الماضي، اللي بيعبر عن أحداث انتهت ليست بموجودة الآن، اللي بستخدمه لما لقي كلمة تعبر عن الماضي زي yesterday امبارح، yesterday زي كلمة last weekend في نهاية عطلة الأسبوع الماضية، last week الأسبوع الماضي اللي أنا بستخدمه لما ألاقي كلمة ago بمعنى مضى، an hour ago ساعة مضى، a week ago أسبوع مضى، يبقى في last، في ago، في yesterday، يبقى ده past simple tense. طب أعرفه إزاي؟ من الكلمات اللي أنا لسه قايلها لك دلوقتي، yesterday last ago. طب تكوينه ازاي؟ لو فعل منتظم زي يوز هضيف له دي علشان منتهي بايه. طب لو مش اخره ايه زي كلمة فيزيت هضيف له اي دي يبقى فيزيتد. طب لو اخره واي وقبله حرف متحرك زي بلاي عادي هضيف له اي دي تبقى بلايد. طب لو اخره واي وقبله حرف ساكن زي study هنشيل الواي ونكتب اي اي دي تبقى studied. الكلام ده لو فعل ايه منتظم. طب لو فعل غير منتظم لازم احفظه يا حبيبي زي ايه مثلا go went see so swim swam drink drank have had sing sang أفعال كتير قوي قوي. تعال نشوف كده مع بعض القصيدة بتاعتنا اسمها ايه. Our trip to the sea رحلتنا الى البحر. trip 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 رحلة trip رحلة school trip رحلة مدرسية business trip رحلة أعمال trip رحلة غرضها الاستمتاع أو العمل. trip trip قول معايا trip to the sea to the sea. سي يعني بحر S-E-A-S-E-A-C لكن سي التانية يارا. last weekend في نهاية عطلة الأسبوع. weekend يعني الجمعة والسبت عندنا في القاهرة هنا في مصر. last weekend last يبقى بيتكلم في أحداث انتهت في الماضي. عرفت ازاي يا حبيبي؟ في كلمة ايه last يبقى لازم بيتكلم دلوقتي عن ايه the past simple tense زمن الماضي البسيط. last weekend we went to دمياط ذهبنا الى محافظة دمياط. دمياط طب ليه الوينت يا مستر؟ يا حبيبي ما في كلمة last يبقى لازم يستخدم ماضي بسيط. we went to دمياط ليه رحت دمياط؟ to see لكي نرى grandma الجدة وإيه كمان and grandpa والجد كمان. طب هما بيعيشوا فين؟ دول اتنين لازم بيعيشوا فين؟ مكان في دمياط جنب إيه live by the sea live by the sea يعيشان بجوار البحر. they live by the sea يا مستر في هو معناها من؟ إيه اللي جابه هنا؟ حبيبي من لما تيجي في أول السؤال who plays football with you مين بيلعب كرة قدم معي، لكن لما تيجي في نص الجمل معناها الذي أو التي اللذان أو اللذين عبارة عن إيه؟ أداة ربط لغير العقل ولا العاقل. طب بص على قبلها اللي قبلها grandma وgrandpa يبقى أداة وصل بين جملتين للشخص العاقل يا شباب. ما دي أصلها إيه الجملة دي؟ they live by the sea بدل ما يقول لك إيه last weekend we went to Damietta to see grandma and grandpa وروحاتت نقطة they live by the sea. لا حذف زي وكتب مين؟ هو اللذان يعيشان بجوار ايه البحر by the sea بتساوي كلمة ايه near the sea. near the sea او next to the sea حلو جدا جدا. جدو تيتا مستمتعين بالبحر طبعا. we swam in the water سبحنا في المياه which was deep and blue
ووتر دي غير عاقل، يبقى لازم استخدم معاها مين يا شباب؟ which الذي او التي، which الذي او التي لغير ايه؟ العاقل. سبحنا في المياه، ليه ما قالش swim؟ ما هو بدأ لك القصيدة بلاست ويك اند، يبقى هيكمل في الباص. which was deep and blue، deep عميقة عميقة، deep عميقة، deep عميق، deep عميق، deep and blue، وكمان لونها ايه؟ ازرق. بص معايا، see blue، see blue، تمام، قريبين من نفس النطق مع بعض، نفس النهاية. ايه كمان يا شباب؟ طب المية دي بنشوف ايه؟ we see. لا يا مستر، ما ينفعش تقول we see. ليه يا حبيب؟ ما هي نحن نرى. ما هو يا مستر بدأ last weekend، يبقى لازم تقول we saw. we saw رأينا، we saw lots of fish، الكثير من الأسماك. lots of بتساوي كلمة a lot of. we saw lots of fish. ايه كمان؟ and an octopus. octopus اكتوبوس اخطبوط، اكتوبوس اكتوبوس اخطبوط. طب ليه كتب ان قبلها؟ علشان حاجتين، اولا اكتوبوس ده اخطبوط واحد بس يعني مفرد، يبقى لازم اضع قبله ان. طب ليه ان مش علشان اكتوبوس ده تبدا بصوت ايه؟ متحرك، ياخد قبله مين؟ ان. فاكرين الاصوات المتحركه؟ الايه ضربت الايه، قالت اي، راحت لعم الاو، قال لهم يو، زه منهم خالص، علشان كده بنضع قبلها ايه؟ ان اكتوبوس. تو ايضا، تو ايضا جايه في نهايه الجمله وقبلها كوما، يبقى لازم معناها ايه؟ ايضا. لكن لما تيجي بعديها صفه زي ما اخذناها في يونت 7 بمعنى جدا للغايه، فاكرين ذا تي از تو هوت؟ ايه اللي انا شايفه في الصوره ده؟ اوكتوبوس، ذس از ان اوكتوبوس، اوكتوبوس 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 اخطبوط اوكتوبوس. طب شفنا الاخطبوط، شفنا الاسماك، بس كده؟ ده طلع جده ايه؟ صياد سمك ماهر، جراند با كوت افش. كوت البسط بتاع مين؟ كاتش، كاتش كوت، كاتش كوت. ركز في حرفين سايلنت هنا، الجي والاتش. كوت اصطاد سمكه، كوت افش، كوت افش. مين هو؟ ماي جراند با، ماي جراند با عمل ايه؟ كوت اصطاد في الماضي افش. طب يسيبها؟ لا، اوديها لمين؟ لتيتا حبيبته، which grandma made into a lovely dish. a lovely dish حولت السمكة الجميلة دي الى ايه؟ طبق محبب، طبق ايه؟ محبب، محبوب، lovely محبوب، lovely محبوب، lovely dish طبق، dish طبق، dish طبق. شكرا يا تيتا على السمكة الجميلة اللي صادها جده. we ate أكلنا، كله في الماضي علشان في مين؟ last weekend. we ate، ate الماضي بتاع مين؟ eat. we ate the meal، meal وجبة، meal وجبة، وجبة meal، ميل وجبة، ميل وجبة. بس تيتا مش هتسيبنا، لازم تحل بقنا. and a healthy dessert، healthy صحي، healthy صحي، healthy صحي. dessert، dessert تحلية، dessert تحلية، dessert تحلية. لو شلنا اس تبقى desert صحراء، لكن هنا D-E-S-E-R-T dessert بمعنى ايه؟ تحلية صحية، a healthy dessert، a healthy dessert. ايه كمان؟ bananas جاولنا موز، apples وكمان تفاح، and frozen مع بعض، frozen 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 متجمد، frozen frozen. ايه كمان؟ frozen yogurt، yogurt زبادي، yogurt زبادي، yogurt yogurt زبادي مجمد، yogurt 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 dessert dessert. شايفين في الصورة؟ لذيذ جدا جدا يا حبايبي، يا سلام على الزبادي المجمد، frozen
فروزن ايه؟ فروزن يوغيرت، فروزن يوغيرت بس كده. يا ده احنا هنمشي كده اكلنا ويسو. لا تعالى افرجكم على الذكريات، اولد فوتوز، اتفرجنا على الصور القديمه اولد فوتوز، اند سانج ا سونج، اند ايه؟ سانج ا سونج، غنينا ايه؟ اغنيه، سينج يغني، سانج غنى، اند سانج ا سونج، سانج ا سونج. But time was short، الوقت كان قصير. طبعا الوقت مع الحبايب بيعدي بسرعة. But time was short، الوقت كان قصير. The day wasn't long، النهار، day يعني نهار هنا، النهار لم يكن طويل. Wasn't long، wasn't ايه؟ long. شوف كده، song long نفس القافية، song long، النهار ما كانش طويل. طب ايه الحل؟ انا وعد نيجي تاني. we felt happy، feel ولا felt؟ felt يا حبيبي ما في الماضي، feel felt، feel f double e l الماضي بتاعها ايه؟ felt. we felt happy، شعرنا بالسعادة. it was a day to remember، انه كان يوم ايه؟ نتذكره. طب هنسيبهم تاني؟ لا طبعا، we will go again، will بمعنى سوف، خدناها في unit 7. it will hurt my teeth، هيؤذي اسناني، فاكرين؟ that ice cream is too cold، ايه كمان؟ it will burn my tongue، هيحرق ايه؟ لساني. ليه؟ that tea is too hot، الشاي ده ايه؟ كان سائع جدا جدا. بس هنزورهم طبعا، في ويل لازم يجي وراء الفعل في المصدر. we will go again، again مرة أخرى، again مرة أخرى. soon، soon قريبا. early، early مبكرا. سبتمبر، هنزورهم قريبا في سبتمبر القريب. early September، early September. قصيدة جميلة جدا جدا، تعال نقراها مع بعض بسرعة وانت لازم تقرأ معي. our trip to the sea، last weekend we went to Damietta to see grandma and grandpa who live by the sea. we swam in the water which was deep and blue. we saw lots of fish and an octopus too. grandpa caught a fish which grandma made into a lovely dish. bananas, apples and frozen yogurt. we saw some old photos and sang a song. but time was short, the day wasn't long. اليوم والنهار لم يكن طويل. we felt happy, it was a day to remember. we will go again soon, early September. شايفين ماشي على القافية، see see blue two fish dish dessert yogurt song long remember September remember September. نفس القافية دي الكلمات الجديدة اللي عندنا. beach شاطئ، beach شاطئ. trip trip octopus octopus. meal meal. dessert 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 dessert. yogurt 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 yogurt. a song. دول عبارة عن ايه؟ nouns يعني اسماء. طب في adjectives صفات طبعا. last last. deep deep. lovely lovely. healthy healthy. frozen frozen. old new old new. happy sad happy sad. early late early late. تعال اقول لك عربي وانت تقول لي انجليش. شاطئ beach رحله trip اخطبوط octopus وجبه meal. قول معايا واستمع شوف بتقول صح ولا لا. حلو او تحليه dessert. حلو او تحليه dessert. صحراء
ديزرت زبادي يوغيرت زبادي يوغيرت أغنية سونغ أغنية سونغ. تعال نشوف شوية صفات الماضي لاست عميق ديب محبوب لوفلي صحي هيلثي مجمد فروزن قديم اولد جديد نيو سعيد هابي حزين ساد مبكرا ايرلي متأخرا ليت تريب ويك اند بيتش جيلي فيش هيلثي. زي نفس الكلمات اللي عندنا بالظبط، اقراهم كويس جدا. اتكلمنا احنا وبنشرح وراجعنا على ايه ذا باس سيمبل تنس، افعال وانتهت في الماضي، فعل منتظم بنضيف له دي لو هو اخره ايه، لو اخره واي وقبله حرف متحرك بنضيف له اي دي، لو هو اخره واي وقبله حرف ساكن بنحذف الواي ونكتب اي اي دي. افعال كتير قدامنا بهذا النظام زي كلمة هاري هارد ستادي ستادد. طيب لو فعل غير منتظم لازم احفظه كويس جدا جدا، لازم احفظه كويس جدا جدا. زي ايه مثلا؟ تعال نقول مع بعض هير هيرد ران ران كات كات كم كيم جو وينت جو وينت سينج سانج سينج سانج از ووز هاف هاد فيل فيلت كاتش كوت كاتش كوت كاتش كوت. ايه كمان الافعال دي لازم احفظها كويس جدا. باي بوت باي بوت جيف جيف فورجيت فورجوت فورجيت فورجوت رايت روت رايت روت فلاي فلو فلاي فلو فلاي فلو ثرو 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 سي سو سي سو ميك ميد ميك ميد ايت 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 شبه رقم 8 ايت ايت جو وينت جو وينت. لو حابب تاخد الملزمة دي ابعتلي على الواتس وانا هبعت لك الملزمة دي بالظبط. تعال نشوف كده مع بعض كم واحد متذكر الشكل الماضي بتاع الافعال. باي بوت اكسلنت جيف جيف فورجيت فورجوت رايت روت فلاي فلو فلاي فلو ثرو 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 سي سد سي سد هير هيرد ران ران كت كت كم كيم جو وينت جو وينت. طب ازاي احل في الماضي؟ ازاي احل جمل اختياري؟ I a great movie last night. last يعني الماضي، last night الليلة الماضية، يبقى انتهى، يبقى لازم اشوف الفيرب. watch ده فعل منتظم يبقى ياخد ايه؟ ed. I a cake but I used salt instead of sugar. استخدمت ملح مع مكان ايه؟ السك. it tasted horrible.
طعمها ايه؟ فظيع، يعني مش حلو. يبقى لازم استخدم ايه؟ طب ما فيش كلمات دالة يا مستر. لا، في يا حبيبي كلمة يوزد، يبقى ده فعل ماضي، يبقى لازم يكون اللي قبلها ايه؟ ماضي. يبقى اي ايه؟ اي ميد ا كيك. تاني، اي ميد ا كيك. اي هاد ماي سويمنج تيست يسترداي، اخذت اختبار السباحة بالامس. اي ايه؟ 50 meters. مدام قال لي هاد، يبقى لازم استخدم سوام. استخدم ايه يا حبايبي؟ سوام. اي تو ماتش كاندي، اي فيل سيك. انا عملت ايه للكاندي وشعرت بالالم؟ اي ايت في الماضي، اكلت. وقف الفيديو دلوقتي وشوف اجاباتك بعد قليل. اي to the beach last year. last كلمة تعبر عن الماضي، يبقى لازم استخدم ايه؟ went. we all a song in class today. we ايه؟ we sang. sang يعني ايه؟ غنى. غنينا اغنية في الفصل اليوم. it was raining. كانت تمطر. when I walked to school. صح، when لازم يكون وراها ماضي بسيط. when I walked to a to school. I very tired last night. I was. excellent. كنت عشان في مين؟ last. I to bed at 8 o'clock. ذهبت للسرير الساعة كام؟ 8. I went. I went. ذهبت لإيه؟ وقف الفيديو. yes. يلا نتأكد من إجابتك. they in the river yesterday. يبقى استخدم swam. they a jellyfish last week. so علشان في مين؟ last. they pizza yesterday. ate الماضي. we an ice cream for dessert yesterday. yesterday يبقى لازم اختار تصريف تاني بمعنى ايه؟ had. grandpa an octopus yesterday. عملوا ايه؟ caught. اصطاد. اصطاد ايه؟ اخطبوط بالامس. they some old videos last Sunday. في كلمة last تعبر عن الماضي، يبقى لازم استخدم تصريف تاني. so. number 7. they very sad yesterday. yes. felt. felt ايه؟ انهي felt؟ طبعا ما فيش غير واحدة بس، اليمين letter C. felt شعرت ب. excellent. I ten address yesterday. في التصريف الثاني bought. my dad me a pen yesterday. gave. excellent. yes gave me a pen yesterday. yes seen fast yesterday. ran الجارة بسرعة. مروان a kite yesterday. flew طيارة. yes. we yes we wrote. علشان ده ايه؟ ماضي. عرفت ازاي؟ في yesterday. we our lessons yesterday. we ايه؟ we wrote عشان في yesterday. she to us a story yesterday. استخدم ايه؟ excellent. said. said قالت لنا. said a lot of tourists from England last year. استخدمت ايه؟ came. اتو.
أتمنى تشاهد الفيديو للآخر. رايد ذا بوست ده تحدي الأبطال مع مستر نصري، منتظر إجابتك على الرقم ده. ما تنساش سبسكرايب، فعل الجرس للكل لكي يصلك كل جديد. مستر نصري loves you so much.